او بصر حاد، يعني البصر بتاعه حاد جدا، يبقى عنده سمع حاد وبصر حاد. hearing and sight بيكونوا sharp. ما شاء الله، جميل قوي قوي. برضو نفس الخاصية بتاعت السنس بتاعته، الهيرينج والسايت موجودة في الاول، زي ما احنا شايفين كده. الاول شايفين عينيه، عنده شارب اي اهي، السايت بتاعها بيكون عالي جدا والهيرينج بتاعه بيكون عالي جدا. يبقى الاول مشهور بالهيرينج اند سايت، زيه زي الفوكس. يبقى اول اتنين عندنا الفوكس والاول، مشهور بالهيرينج اند سايت. نحفظ مع بعض: فوكس اند اول مشهور بالهيرينج اند سايت. اعضاء الحس بتاعته اللي هي بيستخدم فيها الاورجان الايرز والايز. ندخل بقى على الدوج. الدوج زي ما انتم شايفين مشهور بالهيرينج، يسمع كده لو في اي حد، صوت حد غريب، والسايت لو شاف حد غريب يبدا ان هو يعمل الصوت بتاعه ويهوهو عليه. ومشهور بالسميل، حاسة الشم عنده زي ما انتم شايفين كده قوية جدا. يبقى hearing and sight و smell. hearing sight smell، ده الدوج. ندخل على animal جديد يا ولاد، الكاميليون. الكاميليون الحربية دي بقى تفصى شوية، بصوا بتطلع لسانها تاكل الطعام، مشهورة بالسايت والتيست، النظر والتذوق. تبص على الطعام وتصطاده وتتذوقه، sight and taste، دي الكاميليون. ندخل بقى على انيمال جديد احنا كلنا بنحبه، الدولفين. شايفينه ما شاء الله، جميل قوي الدولفين ازاي. ده مشهور بخاصيه اسمها ايكو لوكيشن، يعني بيحدد مكان الطعام بتاعه عن طريق صدى الصوت. يصدر كده مجموعه من الساوند، الموجات الصوتيه، ولما يرجع الصدى بتاعها يعرف مكان الايه، الطعام بتاعه. يبقى الدولفين مشهور بالايكو لوكيشن، صدى الصوت. نحفظ مع بعض كلمه ايكو. ايكو لوكيشن يعني بيعرف مكان الطعام عن طريق صدى الصوت. ايكو لوكيشن، ايكو لوكيشن، نحفظها مع بعض. دولفين مشهور بالايكو لوكيشن. في برضو انيمال تاني يعتبر طائر، الباتس. الباتس مشهور بالايكو لوكيشن، برضو صدى الصوت، بيصدر صوت. لما الصوت ده يمر كده ويمشي ويخبط في جسم يبدأ يرجع له الصوت، الصدى، يعرف مكان الطعام بتاعه. يبقى الباتس مشهور بالإيكو لوكيشن. يبقى عندنا الدولفين والباتس مشهورين بالإيكو لوكيشن اللي هو صدى الصوت. بص بقى المنظر الجميل ده، مجموعة من الباتس في النهار، هو أساسا يعتبر نوكتورنال أنيمال. نوكتورنال أنيمال يعني حيوان ليلي. ده منظره بقى بالنهار، شايفين كان متجمع فوق الشجرة والنهار طلع عليه، شايفين شكله ما شاء الله جميل ازاي. يبقى الباتس نوكتورنال انيمال، حيوانات ليلية مشهورة بالايكولوكيشن زيها زي الدولفين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، انزلوا تحت واكتبوا لي في الكومنتس رأيكم على الفيديو. ندخل بقى على انيمال جديد كلنا بنحبه، ده ايه بقى؟ برافو عليكم، فيري جود. مونكي. المونكي مشهور بالفايف سنس، زيه زي الهيومن بالظبط، السايت والسميل والتاتش والتيست والهيرينج، زيه زينا. بصوا بصوا جمال المونكي اهو، ماسك البنانة بايده وبيبدا يقشرها ويبدا بعد كده ياكلها، شايفين زيه زي الهيومن بالظبط. يبقى مشهور بالسايت والسميل والتاتش والتيست والهيرينج. بصوا ياكل البرتقانة ويتذوق بقى، يا سلام شوفوا طعمها، شوفوا التست بتاعها عامل ازاي، ويقعد يقشرها بايده ويشمها ويبص عليها. بصوا 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 الجمال، يروح يشرب زيه زي الهيومن بالظبط المونكي. بصوا هنا بيلعب مع اخوه ازاي، شايفين، او مع مامته دي تقريبا. وبعد ما اتفرجنا يا حبايبي حلوين على الفيديو القصير بتاعنا، ندخل بقى على الدرس بتاعنا. متهيالي الفيديو هيبقى سهل الموضوع على الاخر. وصلنا عند الانيمال بيرسبشن، الادراك الحسي في الحيوان. قلنا ان الحيوانات ممكن يكون عندها مور ذان وان سينس، اكتر من حاسه بتستخدمها، لاكتر من وان بيربوز، لاكتر من هدف، عشان تقدر تعمل ادابت، تتكيف وتقدر ان هي تعيش. هندخل بقى على الاكزامبلز زي ما شفنا في الفيديو، الانيمال والسنسز والبربوز اللي هي بتستخدمه. اول حاجه يا ولاد في الفوكس، قلنا الفوكس اهو، قلنا عنده الايرز بتاعته بتكون طويله، شايفين الايرز بتاعته بتكون طويله ازاي، طويله قوي اهي، عشان بيستخدم حاسه الهيرينج، السمع. وبيستخدم ايه كمان؟ الاي، شايفين عينيه، عينيه مقوره ومدوره، شايفين عينيه مقوره مدوره زي الايه، زي الاول.
زي الاول بالظبط، بيستخدم الايه الهيرينج والسايت، والسنس بتاعته اللي بيستخدمها الفوكس زيها زي الاول، برضو الاول بتستخدم الهيرينج والسايت. في كل الانيمال اللي هنقولهم هنا في التيبل ده السايت دي موجوده في كلهم، ادي سايت وادي سايت وادي سايت اهي وادي سايت، يبقى احنا ثبتنا السنس بتاع السايت. ايه بقى السنس التاني اللي احنا بنقول عليه في اول حاجه الفوكس؟ الهيرينج. يبقى اول حاجه الفوكس مشهور بالهيرينج والسايت. طب ليه بقى؟ البيربوز يعني الهدف افويد دينجر، عشان يبعد عن الخطر، يبدا يسمع كده لو في اي صوت كده ان في حيوان مفترس هياكله ولا حاجه، فيبدا ان هو ايه افويد دينجر، يبعد عن الخطر. وسايت يشوف برده لو في اي حيوان مفترس هياكله ولا حاجه، يستخدم السايت والايه والهيرينج. طبعا الهيرينج باستخدام الايرز والسايت باستخدام الايه الايز، تمام. وقلنا الفوكس زيه زي الاول بيستخدم الهيرينج والسايت. طيب الكاميليون بقى، الكاميليون الحربايه بتاعتنا دي، الحربايه دي بقى زي ما قلنا طفلة شويه، بصوا عينيها انها بتبدا تبص كده وتتابع، اه انا جعانه عايزه اكل، همهم في طعام هنا، اه ده في حشره اهي او في صرصار اهو، تبص عليه تقوم مطلعه مطلعه لسانها وتبدا على طول، شافته تبدا على طول لعابها يشتغل بقى، انا عايزه اكله همهم، تقوم ايه طلعه لسانها ولقطاه وتقعد تاكله بقى تتذوق بقى تيست، تتذوق كده بقى وتشوف الايه الطعم بتاعه عامل ايه. يبقى هي الكاميليون السايت تشوف البريز بتاعها وبعد كده تقوم لقطاه واكلاه وتبدا تشوف التيست بتاعه، فبتستخدمها في الايه في الفايندينج فود، ايجاد الطعام، زي ما احنا قلنا ان هي طفصه ما يهمهاش خطر ولا بتاع اكتر من هي تجد الايه الطعام بتاعها. طيب الدوج، الدوج الجميل، الدوج ده بقى حكايه. الدوج يا ولاد انت بتستخدمه في حاجتين، يا اما بتستخدمه في الجاردينج الحراسه، واحد عنده فيلا مثلا بيقوم جايب الدوج وحطه في الجنينه. طيب يا اما الدوج بتحطه في الجنينه عشان الجاردينج يعني الحراسه، هيستخدم الهيرينج يسمع اي صوت غريب يبدا يدينا صوت ان في حد غريب، وهيستخدم السميل الرائحه، لو شم ريحه اي حد غريب ماشي في الجنينه يبدا يدينا صوت ان ده شخص غريب، يبقى يستخدم الهيرينج والسميل في حاله استخدام الدوج للجاردينج الحراسه. لو انت بقى مربي كلب في البيت تمام، ويجي واحد صاحبك عشان يزورك، طب الكلب ده هيبدا ان هو عايز يتعرف ريكوجنايزنج فريندز، عايز يتعرف على الاصدقاء. انت دلوقتي جاي تزور صاحبك وصاحبك مربي كلب، فانت صديق لصاحبه، فالكلب يعتبر كانه برضو صديقك، فعايز يتعرف عليك. هيستخدم ايه بقى؟ هيستخدم السايت وهيستخدم السميل، هيستخدم السايت وايه والسميل. هتلاقي اول مره تروح تزور صاحبك الكلب يفضل يلف حوالين منك ويقعد ايه يشمشن كده فيك عشان يعرف ريحتك، تاني مرة لما تيجي لصاحبك وانت طالع من على السلالم تحت هيبقى هو عارف ان انت طالع، هيفضل يعمل له صوت ان صاحبك طالع لك من على السلالم، خلاص هو عارف ايه عارف ريحتك، تمام. يبقى في حالة recognizing friend بنستخدم السميل والسايت. يبقى زي ما قلنا يا ولاد ان الدوج في حالة استخدامه للجاردينج للحراسة بيستخدم حاسة السميل الشم والهيرينج السمع، يبقى السميل والهيرينج في حالة الحراسة. هنكتب هيرينج مع بعض H E A R I N G، يبقى الدوج في حالة الجاردينج بنستخدم السميل والهيرينج، أما في حالة ريكوجنايزنج فريند بيستخدم السميل والسايت زي ما قلنا، تمام. نيجي بقى للمونكي، المونكي الجميل اللي كلنا بنحبه ده، زيه زي الهيومن، هيستخدم الفايف سينس اورجان زيه زينا بالظبط، التاتش والسميل والسايت والتيست والهيرينج. ليه؟ لان هو لعوب، المونكي ده يا ولاد لعوب، بيحب دايما ايدنتيفاينج اوبجكت، يتعرف على الاشياء. انت حتى لو اديته لعبه يمسكها يفضل يلف فيها يمين وشمال ويشمها ويحطها في بقه عايز يتعرف هي ايه دي، لو اديته اي حاجة ياكلها بيبدأ الاول يتعرف عليها identifying object، فبيستخدم ال 5 sense organ زيه زينا touch, smell, sight, taste and hearing، تمام.
نقولهم بقى كده سريعا، يبقى الفوكس زيه زي الاول، يبقى الفوكس والاول او دبليو ال، الاثنين دول بيستخدموا هيرينج اند سايت، والكاميليون بتستخدم سايت والتيست، والدوج بيستخدم السميل والسايت في حاله ريكوجنايزنج فريندز، والهيرينج والسايت في حاله الجاردنج. المونكي بيستخدم الفايف سنس اورجانز عشان تعمل ايدنتيفاينج اوبجكت. نيجي بقى نشوف تشيك يور اندرستاند بوت رايت اور رونج. نمبر 1 يلا نحل مع بعض. The owl can search for food using its sight sense. الاول بتدور على الطعام في استخدام السايت. تعالوا نرجع تاني، بصوا انا كتبت لكم ايه، فوكس والاول بيستخدم الهيرينج والسايت، يبقى ذاتس ترو يا ميس، برافو عليك، اكسلنت. نمبر 2 ذا كات كان افويد دينجر، تبعد عن الخطر، يوزنج اتس تاست سنس، باستخدام حاسه التذوق. طب مال التذوق بان هي تبعد عن الخطر؟ مش هتستخدم طبعا تذوق في موضوع ان هي تبعد عن الخطر، يبقى ذاتس رونج انسر، يبقى دي رونج انسر. وكده بيكون انتهى الدرس بتاعنا. اتمنى لاول مره تشوف قناه دكتور ساين صفاء، ننزل على طول نعمل سبسكرايب في القناه، وننزل على طول نعمل لايك على الفيديو، ولو ليكوا اي كومنت اكتبوا لي وهرد عليكوا. في الفيديو القادم ان شاء الله نحل اكسرسايزز اون ليسون 1. وكانت معاكم دكتوره صفاء شعلان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.